دار أبونا بالهاض وملاقينا عقب الأهل بس عقب الأهل بس بحرام ردين يا بيت بعدك ما طيحت ما تنهي ذي مشي مثاني يا بيت بعدك ما طيحت ما تنهي ذي مشي مثاني انت صورتك خلي مولاتك زينب من تسولف شنو حالها؟ عرفها محمد بن الحنفي؟ اكو واحد ما يعرف اخته؟ كان صاير بيها يا بيت بعدك ما طيحت ما تنهي ذي مشي مثاني ما تدري بحسين الذبح ويعلى الرام والخوان ما تدري عنه قل دهر بين الغروب مش ما تدري عنه قل دهر بين الغروب مشاني جم واحد طقني وطيحت جم واحد شافاني لو شايف ابن امي على ذيك الحالة ضل بالرمل من سحقت الخيالة لو شايف ابن امي على ذيك الحالة ضلبي الرمل ننسي حقيت الخيالة واحنا الخيم لما نذي وتفرنا واحنا الخيم لما نذي وتفرنا يا دار ابونا بالهاض وملاقينا يا دار ابونا بالهاض وملاقينا عقب الاهل بس بحرام ردين يا بيت شحكي لك صيدي ما جاي احكي لك حيلي ما سولف علمتوني لك بس لو شيفت انت انهيب عميني دخان عميني دخان الخيم ما وجد انشد من والم ما قام عباس ايش عجب من شافني بوي اليزل تبدع عفاف الخيمة من حرقوها بدع عفاف الخيمة من حرقوها والمان شافت بالنظر ذبحوها تبدع عفاف الخيمة من حرقوها
والمان شافت بالنظر ذبحوها وعيونه جانب وين ما صدينا يا دار ابونا بالهضم لاقينا يا دار ابونا يا دار ابونا بالهضم لاقينا عقب الاهل بشي بحرام احمد المشرف اول عقب الاهل بشي بحرام ردينا يا بيت احكي لك صدق ما جاي احكي لك حلم ما سولف علمتوني لك بس لو شفت انهدم الا مولاتي زينب بالبيت انهدم شافت العليلة عميني دخان الخير ما وجد انشد من والم مقام عباس عجب من شافني بويلي الزيل تبدع في الخيمة من حرقوها والمال شافت بالنظر ذبحوها وعيونه جانب وين ما صدينا يا دار ابونا بالهضم لاقينا يا دار ابونا بالهضم عقب الاهل